يبدو نقل البضائع سليماً ودون مشاكل في محل بيع هدايا الأطفال، إلا أن الأمر مختلف في الواقع. فهناك انتقادات كثيرة لألمانيا بأنها أغرقت العالم بالآلات والسيارات، وهذا ما يقوله الأمريكيون بوضوح. إيرين كوليه أمريكي وهو أستاذ السياسة الاقتصادية في برلين. في موطنه أمريكا وجه وزير المالية انتقادات حادة إلى ألمانيا قائلاً إنها تخلق عدم توازن في السوق العالمية لأنها تصدر أكثر مما تستورد، وبذلك تنمو ألمانيا على حساب البلدان الأخرى التي تشتري المنتجات الألمانية بدلاً من أن تنتجها بنفسها، وبالتالي تزيد هذه البلدان من وفرة فرص العمل في ألمانيا حالياً. إذا كان الألمان ينفقون أقل مما يكسبون من منتجاتهم التي يصدرونها للعالم، فهذا يعني أن إنتاجهم يمول من قبل بقية العالم. هذا الإنتاج الضخم في ألمانيا يحول دون توفير فرص العمل في بلدان أخرى. رأي غير منطقي في نظر هولجر جورج، خبير التجارة الخارجية يعيش في مدينة كيل التي تعتبر نقطة عبور لاستيراد وتصدير البضائع في ألمانيا. يرى جورج إن تفوق حجم الصادرات على الواردات يدل على مدى شعبية المنتجات الألمانية. من السخافة أن توبخ ألمانيا لكونها تملك اقتصاداً تنافسياً وتستطيع التصدير، كأن تقول للتلميذ المتفوق يجب أن تبطئ حتى يلحق بك زملاؤك الآخرون. ولكن البطء غير ممكن، لأن اقتصاد الدول الصاعدة مثل البرازيل والهند في مرحلة من الازدهار ويريد الاستثمار في السلع الألمانية وخاصة في آلات البناء، كما أن الصادرات تنمو أسرع من الواردات إلى ألمانيا، والفرق في الميزان التجاري في ألمانيا أكبر من بلدان أخرى مثل الصين. حتى الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تستورد أكثر مما تصدر، وهي تعاني من أكبر عجز في الميزان التجاري. هل يعني هذا أن سبب النقد الموجه إلى ألمانيا هو الحسد فقط؟ هذا ما ينفيه إيرين كوليه قطعاً، قائلاً إن الأمريكيين ليسوا ضد المنتجات الألمانية إطلاقاً، وإن كل ما يطلبونه هو أن تزيد ألمانيا من استيرادها من بلدان العالم الأخرى. التجارة الخارجية لا جدوى منها. لو قمنا بتخزين كل ما نكسبه في خزانة ووضعه في برج ذهبي، فإذا أنتجت السلع وصدرت للآخرين يجب أن لا تخزن أموال التصدير وتبقى دون استهلاك. ويقول كولير إن على الحكومة الألمانية تخفيض الضرائب ورفع الأجور كي يستهلك الألمان بضائع أكثر. هذه كما يقول الألمان نهاية التواضع. لقد حان الوقت لتتصرف النقابات الألمانية كنقابات دول أوروبا الجنوبية، أي أن تطالب بأجور أكثر، ما يعني أن تزداد الرواتب بوتيرة أسرع من الإنتاج. تشجيع الواردات أمر مطلوب حسب رأي هولجر جورج، فطبقاً للإحصائيات يأتي ربع قطع الماكينات الألمانية من الخارج، وبالتحديد ليس من فروع مصانع ألمانية خارج ألمانيا. لذلك يرى جورج أنه لا معنى لهذه الضجة. هذا أمر يضحكني أكثر مما يثيرني. هذا النقد يتكرر كل عامين أو ثلاثة أعوام. لقد سمعنا هذا النقد وهذه الحجج من قبل وناقشناها. أوروبا ستوجه هي الأخرى قريباً انتقادات لألمانيا المسيطرة على قطاع الصادرات، حيث تعد المفوضية الأوروبية تقريراً تحذيرياً، فالكثيرون ينظرون لجبروت الاقتصاد الألماني بشيء من الريبة.